الثورة وبفضل 7 سنوات من الانتقال الديمقراطي في بلادنا اللي ساهمت فيه حركة النهضة مع كل القوى الوطنية المؤمنة بالحرية التعبير والمؤمنة بحرية الإعلام، والناس اللي ناضلوا لأكثر من 40 سنة في تاريخ تونس من أجل أن تونس تتمتع بمثل هالسقف العالي من الحريات. المشكلة الأساسية إيمان هي مع الاستخدام السيء واللي يخرج على القانون واللي ينجم يكون تحت طائلة القانون للأشخاص عموما ولبعض أشباه الإعلاميين في الحقيقة اللي يستغلوا الفضائيات الإعلامية باش يوجهوا تهم لا أساس لها من الصحة، واتهامات تمس الأشخاص وتمس الهيئات وتمس الأحزاب، اتهام بالفساد واتهام بالإرهاب واتهام تبييض الأموال، وهذا يتم على مرء ومسمع من الجميع دون أن يقدم صاحب الدعوات هذه ما يفيد أو ما يبرهن أن الكلام الذي يتحدث به هو معطيات حقيقية واقعية. هذا فيه إيمان فيه إثارة للبلبلة في الواقع متاع المجتمع، وهذا فيه ضرب للاستقرار السياسي وقت يمس شخوص وشخصيات وقيادات ورموز وهيئات وأحزاب، نعتبره هذا خروج على الخط الوطني المهني اللي يلزم تلتزم به كل وسيلة إعلامية، ولا كل شخص ينجم يقول أنه إعلامي، ولا حتى كل شخص مواطن تونسي ينجم يطلع في الإعلام ويتكلم. نحن في حركة النهضة الحقيقة لحقنا ضرر كبير ومسنا معناه تشويه كبير في قياداتنا وفي رموزنا، والتزمنا أكثر من مرة ومحاولة أنه نقول إن شاء الله الفوضى هذه اللي قاعدة تصيب ربما في المشهد السمعي والبصري والمكتوب وفي الفضاءات الافتراضية إن شاء الله بشوية بشوية التوانسة يخرجوا من حالة الفوضى هذه ويحافظوا على الحريات ويحافظوا على المكاسب متاع حرية الإعلام وحرية التعبير وحرية المشهد السمعي البصري. ولكن الشيء زاد على ضده، وهذا نحن بالنسبة لنا في حركة النهضة نعتبروه يهدد الاستقرار ويهدد السلم الأهلي ويمس الناس هذوما، حتى الشخوص هذوما الأسماء اللي معناها تمثل في أشخاصها واتهمت بالسرقة واتهمت بالتشويه، هذا يعرض حياتهم للخطر ويعرض حياتهم للتهديد. وبالتالي نحن نعتبره أن الدولة الديمقراطية كما فيها الإعلام الحر فيها أيضا المؤسسات القضائية المستقلة التي يلتجأ إليها في حالة التجاوز. معناتها سمحني يا عماد اهلا منظر معاك، معناتها انتم هكا ثم استياء الحقيقه نحب نقول لك عليه من طرف الاعلاميين، وانا كاعلامي يبدو انه رحابه صدركم في حركه النهضه ضاقت كثيرا، معناتها عندما قررتم الذهاب الى القضاء هذا واحد، واثنين ثم بعض التصريحات ايضا اثارت جدل، منهم تصريح للاستاذ راشد الغنوشي مؤخرا تصريح الحرب الاهليه هذا والجدل. خلينا نكملوا في مساله متابعه بعض المؤسسات الاعلاميه ولا الاشخاص سي عماد. شو نحن رواني قلت لك انا في كلامي نحن ننزه الاعلام، هذا مش موجه للاعلام وموجه للاعلاميين، نعرفوا اللي الفضاء هذا في المطلق نتاعو بنسبه كبيره معناها ناس مهنيين ونزهاء وشرفاء ويخدموا في المهنه نتاعهم ومنوعين المشهد السمعي والبصري والاعلامي والافتراضي معناها بهذا السقف العالي نتاع الحريه في بلادنا. نحن نتحدث عن التجاوزات اللي هي قله قليله، ولكن للاسف الشديد هذه التجاوزات عندها اثار سيئه على الوضع السياسي، عندها اثار سيئه ايضا على الاستقرار، وهي تعفن المشهد الاعلامي في تونس. الحركه متمسكه بحقها في التقاضي لانه كما قلت لك فما اعلام يا عماد سامحني باش نقص عليك، ما تلاحظش ان هذا باش يزيد يفزد سامحني نحكي بالتونسي بعلاقتكم بالاعلام، خصوصا وانه ثم عندكم ديزونتيسيدون خايبين مش مبين بين ذفرين على انكم حبيتوا تدجنوا الاعلام واعلام العار وغيره وكل شيء، معناتها في تقديري سامحني لا انا نفسر نطلب منك توضيحات مش راي هذا، أنقل لك رأي قطاع واسع من الإعلام اللي يعتبروا كأنه النهضة تستهدفهم كأشخاص وتستهدفهم كإعلام، وبالتالي ربما هذا حتى في إطار الانفلاتات في المسار الانتقال الديمقراطي، ما زلنا ما عملناش ديمقراطية احنا ثابتة وكل شيء باش نولوا نحاكموا بعضنا، هذا ما يسالش سيدو الانيماسيون سامحني في الانتقال الديمقراطي. يا سي منظر سيدي وقت تبدا انت سيادتك في الدار ولا اختي ايمان تبدا في الدار ويطلع جهه ما في تستغل وسيله اعلاميه وتتهمك بالسرقه وتتهمك بالظلم وتتهمك بالقتل وتتهمك بالارهاب وتعرض صورتك
وفي وسط عائلتك وفي وسط ناسك وفي وسط أقربائك وفي وسط أصدقائك تشوه السمعة وتشوه الرصيد الأدبي المعنوي لشخوصكم. ربي انتم عندكم الإمكانية هكم في 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 مواقع الإعلاميين وفي مواقع المواطنين، عندكم الإمكانية هذه باش تصبروا وعندكم الإمكانية باش تتقبلوا هالاعتداء هذا. أنا تقديري أن حركة النهضة مارست رصانة كبيرة في علاقة بهذا الموضوع. سعيمات هل تعتبروا اليوم أنه لايكا مش قائمة بالدور متاحة؟ اليوم لايكا شوفوا فيها قاعدة توقف في برامج معناها عندها برامج اجتماعية ولا تنبه عليك باش تنحي مقطع فيديو نتاع حتى برنامج نتاع ترفيه، ولكن وقت اللي كنت يساجي دو ديز انترفونسيون هكا نتاع تحريض وفيهم الثلب ما توقفش. دونك هل مقصره لايكا اليوم في القيام بدورها؟ شو هاني باش نقول لك حاجه ايمان، نحن تو في حركه النهضه مارسنا هذا الامر في الدول الديمقراطيه، هناك العديد من الهيئات التعديليه وسائل مش علاقة بالهيكا، وسائل الإعلام العالمية التي بثت أخبار لا تمت لحركة النهضة بسلة، واعتبرناها مساس بسمعة الحركة والتشويه للحركة. تحكي على البي بي سي وقضيتوها البي بي سي؟ لا، ربحنا إيمان العديد من القضايا في العديد من البلدان العريقة ديمقراطيا، والقضاء في تلك البلدان ما يعتبرش روحه متدخل في شأن الإعلام وفي شأن حرية التعبير إذا كان فما مساس وتشويه وفما معطيات غير صحيحة. نحن في تونس تقول لي أنت مسار انتقالي، نعم هو مسار انتقالي، ونحن من بين الأحزاب السياسية التي ستبذل جهد في اتجاه هذه الهيئة السمعية البصرية لايكا أنه يكون عندها قانون يكون يعطيها الإمكانية متاع التعديل، ولكن بما لا يمس من حرية التعبير ومن حرية الإعلام. وإن شاء الله نحن في حركة النهضة من بين الأحزاب اللي باش نقترحوا على الإعلاميين يوم في علاقة بالموضوع نتاع الأيكا وبالموضوع نتاع يا عماد سامحني باش نقول لك كلمة واحدة. النقطة نتاع الحرب الأهلية قبل ما نحب نقول لك، نحب نأكد لك يا عماد، في الفترة الأخيرة الصحفيين عملوا يوم غضب وحسوا رواحهم كأنهم مستفهدين من وزارة الداخلية ومن الحكومة، ونداء تونس قدامي سي سفيان من نصر أيضا غاضب من الإعلام، وأنتم غاضبين من الإعلام. أخويا عايش خويا ظهر لي سامحني خلينا نقول لك، ظهر لي اسمعني مش في صلاحكم راهو نقول لك مش تهديد هذا. شو عاد ما تأوليش كلامي، احنا قلنا رانا نحثوا على الاعلام الكل واعتبرناه الكل قاعد يقوم بالمهمه نتاعو، وسائل الاعلام قاعده تقوم بمهامها، والاعلاميين عموما البيان اللي نحثوا فيه راهو ماهوش فيه مساس في المطلق بالاعلاميين ولا بوسائل الاعلام، هو يتحدث على حالات معزولة قاعدة تمارس في دور سيء في علاقة بالله. باهي عماد خلينا نربحوا الوقت ما يسالش، أنا فهمت باش نتعدى بيك جاوبني. خلي نقطة، قالك نقطة يا منذر وخلي نكمل. نقطة فقط يا منذر، نحن نحب نذكرك اللي نحن راهو البيان ما قبل الأخير كان في علاقة بالدعم اللي وجهناه كحركة وكحزب سياسي للإعلاميين وضد تقييد الحرية للإعلاميين وضد المساس من حرية التعبير، وكانت عنا في البيان الأخير ما قبل الأخير مساندة للإعلاميين في تحركاتهم من أجل أن تظل حرية الإعلام مكفولة. ونحب نقول لك كلمة أكثر من هكا، أنه ما عاد شم إمكانية للعودة إلى الوراء في هذا المجال. التوانسة كسبوا حريتهم والإعلام كسب هالمكاسب هذه بفضل الثورة بفضل دماء الشهداء، وما نعتقدش اللي نجموا نعملوا خطوة إلى الوراء في هذا الاتجاه. ولكن المقصودين ببيان الحركة الأخير هم الذين تجاوزوا وشوهوا الحركة بما جعل العديد من رموزنا وقياداتنا عندهم خشية على حياتهم وعندهم خشية على تحركهم في الشارع. لا هذا سمحني، لا سمحني عماد ما خليكش تخطب تو، هذا كلام مبالغ فيه سمحني. لا 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 هذا كلام شنو معناتها تو تتصور معناتها حياة رموز حركة النهضة الإعلام يحرض عليها؟ لا 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 اسمعني خلينا نقول لك لا لا خاطر أنت لا سمحني عاد سمحني خلينا نحكي معك نقول معك كلمة. لا 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 ما خليكش تكمل بصراحة، أنا ما نسمعش الكلام هذا. اسمعني شو نقول لك حاجة، الإعلام لم يصل في تقديري وأنا متابع وأنا ناشط في الإعلام إلى التحريض على قيادات حركة النهضة وانه اصبحوا مستهدفين بحياتهم. لا هذا مغالطه تقول فيه، مغالطه كبيره كبيره كبيره. خليني نكمل عاد، خليني نكمل تو بعد لكم بالمغالطه دقيقه باش نكلموا نكملوا سي عماد. احنا ساعه ما نحبوش نغلطوا الناس، احنا نتحدث عن حقائق، وانا اخي قلنا بيان قلنا نتحدث عن الاشخاص، والحديث عن الاشخاص مش مطبق في الاعلاميين راهو يا سي منظر. لا 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 سامحني خاطر كلامك لا لا يبدو انك ما حسنتش التعبير مالا صديقي.
لا لا اسمعني نقول قلت الاعلام يحرض على قيادات حركه النهضه. باش نختم يا لا سامحني لا لا مساله مهمه لا لا مساله مهمه هذه يعتبرها مغالطه كبيره راه ما ريتهاش انا اخي عايش في ليبيا انا عايش في تونس انا نتحدث عن الاعلام ما تقولنيش حاجه ما قلتهاش ما تقولنيش حاجه ما قلتهاش انا نتحدث انه اذا كان في الفضاء هذا سواء كان الفضاء المنظم ولا غير المنظم ما يكونش فيه ضوابط ذات طبيعة مهنية وذات طبيعة حتى للناس العاديين المواطنين العاديين وقت نخرج أنا اليوم حتى بصيرتي كسياسي ونتكلم في وسيلة إعلامية رأوا وسيلة الإعلام هذه بقدر ما تتيح لي فضاء حر للحديث بقدر ما أيضا يجب تكون محكومة بضوابط ذات طبيعة مهنية وأخلاقية ما تخلينيش نتعدى على الناس ولا نتعدى على صورتهم ولا نتعدى على معناها نعمل اعتداء في علاقة بشخصهم.